مكتب الخالدية صار لها 120 سنة، أبرز معلم من معالم التراث الثقافي المكتوب في القدس. كانت فرصة إنه نتحد مع هذه المؤسسات الشقيقة، خاصة مؤسسة دار الطفل وبالذات دار إسعاف النشاشيبة، المكتبة البودرية اللي هي أيضا مجموعة عائلية لها تحتوي على مئات من الآلاف من العناوين، والعمل معا ضروري في القدس. هلا انا بديت شغلي في المكاتب ب 2002، يعني حاليا انا بحكي عن 20 سنه في شغلي في المكاتب. المكاتب اعطتني شيء كثير، اعطتني انه اسير سليقه للكتاب، اعرف ايش هي قيمه الكتاب، اعطتني اعرف شو هو التاريخ الصح. انا شغلي ضمن مشروع الف اللي هو بضم 3 مكاتب، مكتبه البوديري ومكتبه الخالدي ومكتبه دار اسعاف النشاشيبي. انا التوثيق اللي هو عباره عن تصوير المطبوع حاليا من جرائد، من مجلات، من وثائق، من كتب قديمة، من وثقها ومن صورها. كمؤسسة صغيرة عائلية ثقافية لا تمتلك موارد، كان لابد أنه نتوحد مع بعض في هاي المجهود، لأنه احتياجات مشتركة ومشاكلنا متشابهة وحلولها نفس الحلول. نحن دائما كنا ندعو إلى الشراكة مع المكتبات لأننا نقدر قيمة هذه الشراكة. الوضع الثقافي العربي في مدينة القدس سيستفيد في النهاية، وسننطلق إلى المستقبل برؤية جديدة، رؤية واسعة ستفتح أبواب كثيرة أمامنا وأمام المطلعين على واقع المكتبات العربية في القدس. وإحنا بعملية الترميم بنعمل على حفاظ المخطوطات من الاندثار بتدعيمها وتدعيم الورق التالف من خلال ورق ياباني كثير شفاف وكثير خفيف، ومن خلال صمغ ميثيل سيلولوز أو صمغ ياباني ستارتش. وهي الأصمغة الميزة تبعتها إنها نقدر نعاود تصليح المخطوطة من أول وجديد بدون أي ضرر للمخطوطة، يعني الصمغ هو ريفيرسبل. لما بنتعامل فيه نقدر نرمم المخطوطة بشكل مثالي، وفيش أي تفكير مستقبلي إنه ما بنقدر إنه نفكفكها من أول وجديد. مراحل الترميم بتمر في أكثر من مرحلة، مرحلة تنظيف الجاف، وبعد التدعيم وبعد الترميم نيجي لمرحلة التجليد اللي هي خياطة إسلامية. بعد الخياطة الإسلامية منجلد الكتاب حسب ما الأصل موجود. دار إسعاف النشاشيبي بعتقد في كثير قضايا بتميزها، من أهمها كونها معلم معماري جميل جدا في موقعه، مهم جدا في قلب القدس، مطل على القدس، بناء معماري من أجمل الأبنية المعمارية اللي بنت في القدس خلال 100 سنة الماضية، وهو فعلا قبل 100 سنة بالضبط سنة 1921 اكتمل بناء المبنى. السبب الثاني انه المبنى بناه اديب وشاعر فلسطيني مقدسي معروف المرحوم محمد اسعاف النشاشيبي. من سنة 82 صار المحل يشتغل كمركز ابحاث، كمركز دراسات، تجميع كتب ومكتبات ومقتنيات بتخص الثقافة والقراءة والأدب، وما زال حتى اليوم مركز ثقافي مميز، بيستضيف معارض فنية، بيستضيف حفلات إطلاق كتب وأنشطة مختلفة في قلب القدس العربية.
من ضمن مشروع مؤسسة ألف السويسرية اللي تقوم بتمويل لثلاث مكتبات في مدينة القدس القديمة، وهذه المكتبات الثلاثة سيتم ربطها ببعضها البعض، المكتبة الخالدية البديري ومكتبة إسعاف النشاشيبي. أحد بنود المشاريع هذه كتابة ثلاث أبحاث أو ثلاث مقالات، وهذه السجلات ليش أخذناها؟ لأنها تشتمل على معلومات كاملة عن تاريخ المدينة ومن سكن في المدينة، وكل شيء له علاقة بنظم الحياة اليومية اللي بيعيشوها الناس. الحفاظ على هاي المجموعة بين أيدي العائلة، لم يتم مصادرتها من قبل الاحتلال، لم يتم تسليمها إلى أي جهة، حفظنا عليها، درنا بالنا عليها، خليناها تدخل القرن 21 بحلة جديدة، بوسائل جديدة، بشرح جديد، فرح نستمر.